طفلنا المبارك. كفاءة علمية متقدمة ومتخصصة في مجالات دراستهم لحملة شهادتي الماجستير والدبلوم العالي تحتفي بتخريجهم جامعة نزوة بعد إكمال برنامجهم الأكاديمي، مشكلين ركيزة أساسية مؤهلة ومنتجة. تخرجي من جامعة نزوة يضاف لك خبرات متراكمة إن شاء الله تعالى للخبرات السابقة، واستفدنا الحمد لله يعني في الجانب التربوي. حابة أوجه كلمة شكر لجامعة نزوة بطاقميها الإداري والأكاديمي. الحمد لله شعور لا يوصف حقيقة، قمة في الفرحة، والحمد لله رب العالمين على إتمام هذه المسيرة العلمية في جامعة نزوة. كلمة أوجهها شكر هي للأسرة الكريمة، وقوفها بجانبي خلال المسيرة العلمية والعملية، وكذلك إلى الأصدقاء الذين ساندوني خلال إتمام هذه الدراسة، وكذلك إلى الهيئة التدريسية والإدارية في جامعة نزوة. بحفل التخرج 736 خريجا من حملة الماجستير والدبلوم العالي للتأهيل التربوي يمضون بكل فخر نحو منصة التتويج بعد أن تزودوا بالأدوات والمهارات اللازمة للبحث العلمي والابتكار وتطوير المعرفة في مختلف تخصصاتهم بشكل فاعل. شعور جميل نخوضه أنا وزملائي في مراحل الدراسية بعد التعب والجد والاجتهاد، أرفع به رأس والدي وأيضا من دفع لي وكان إيجابا ودافعا لي في تحقيق هذا الهدف. أنا سعيدة جدا وجودي اليوم في هذا المسرح، وأنا أتمنى من الجميع أن يبذلوا كل بما يمكنهم أن يقوموا بفعل ليصلوا إلى هذا المكان. دفعة ستشكل رافداً أساسياً داعماً لخطط التنمية في سلطنة عمان، تتبوأ مكانها الريادي كصانعي قرار ومورداً حيوياً للمجتمع، يساهمون في بناء مستقبل أفضل وأكثر تقدماً. كفاءة علمية جديدة من الخريجين حملة شهادتي الماجستير والدبلوم العالي بجامعة نزوة يعتلون منصة التتويج، مشكلين دعامة أساسية في فضاءات البحث العلمي وخدمة المجتمع. من رحاب جامعة نزوة، علي بن جمعة الريامي، محافظة الداخلية، ولاية نزوة.